يا مرحبا بالناس الجدد، شكرا على اشتراككم على قناة كريبتو الارت. كالعادة شرح جديد. اليوم راح نشرح عن لعبة المنقبون، يعني لعبة اسمها بروسبكتورز جراند لاند. هاي لعبة فيها أراضي تشتغل عليها، كذلك هاي الأراضي فيك تشتغل على عند الناس أراضيهم، أو تكون تاخذ أرض لوحدها وتشتغل عليها. راح نشوف طريقة تسجيل. وبالنسبة لهذا الموقع طبعا أو اللعبة هذه، فيك تنشئ كثير من الحسابات، كل حساب له إيميل خاص ومحفظة توكس جديدة. فراح نشوف كيف طريقة الربح منها، وشو راح يلزمنا عشان نربح هاي العملة هذه. والعملة هذه سعرها تقريبا واحد من قطعة من العملة ما يعادل واحد وقت، يعني عملة جيدة جدا وفيها ربح حلو، يعني إذا اتبعت جميع الخطوات اللي راح أخبرك إياها. بالنسبة لهذا الإيردروب، أب كامين إيردروب حق مؤسسة الإتريوم، اليوم تم سحب العملة وسعرها 0.4. يعني إذا صبرتوا عليها راح إن شاء الله يكون عندكم بروفيت حلو، فمبروك عليكم. فيلا بينا على الشرح. طبعا هذه هي اللعبة، راح تجيك بها الواجهة. أول شي راح أروح على متصفح جديد وأخبركم كيف طريقة التسجيل، كيف طريقة ربط الوكس، حساب وكس عليها، ونشرحها في حساب جديد، لأنه أنا عندي أصلا الـ NFT هذا 3 شخصيات. راح أراويكم أول شيء الطريقة كيف تسجلون، وبعدين نكمل باقي الخطوات. فأنت راح تجيك بها الواجهة. أول شيء راح تسوي I agree، وبعدين تعطيه خاصية login with Google، راح تضيف حساب جوجل بإيميل جديد، أو إذا أنت عندك حساب جديد أو قديم فراح تضيف login with Google. راح يبين معاك الإيميل هنا. الحين login with wallet، طبعا الوالت هذه هي ووكس، لازم تسجل فيها. طريقة التسجيل في الوالت هذه سهلة جدا، إيميل باسورد، إعادة كتابة الباسورد، راح يجيك كود على الإيميل تدخله، خلاص راح تجيك بها الواجهة. طبعا مش ضروري يكون عندك رصيد في عملة ووكس، راح نعطيه أبروف فقط. أبروف راح تجيك خانة أبروف، راح يبين معاك إنه خلاص قاعد يحمل عشان ندخل للموقع ونبتدي الشغل عليه. فهذا هو الحساب الجديد. أنا كنت شغلت واحد NFT مش مشكلة، ولكن راح نشتغل على هذه الاثنين. مثل ما راح أسوي على هذا الشخص أو هذا الشخص، الشخصيتين راح تتسوي على الثلاثة مع بعض. أولا بالماوس زر الفأرة ترجع الأرض لين تبين معك واضحة بهذا الشكل، نرجعها لين تصغر. يعني أول شيء راح نشوف المكان، هذا هو المكان الخاص بنا اللي عندهم بيتهم الخاص والاستراحة، وين يبيعوا الايتمز الخاص بهم. مثلا اذا ضغطنا وكبرنا الشاشة، اذا شفنا هاي ضغط هنا اوكي، راح يعطيك انه موجودين. فانا معاي شخصيتين، الشخصية الاولى والشخصية الثانية اوكي، شخصيتين فقط. اما الشخصية الثالثة بعته لارض ثانية عشان ينقب وياخذ لي يا جولد يا فحم يا خشب. المهم راح اراويكم كل شي بالتفصيل. هذا المكان ليش نحتاجه؟ أهم في هذا المكان فقط هذه ما أدري اللافتة هذه فقط، لأنه لما تجمع أنت للجولد وتجمع الخشب والفحم والذهب وكل هذا، لازم تيجي تخزن الحصاد اللي جمعته، تخزنه في هذا المكان، تحطه هنا. لأنه كل مثلا شخصية، إذا ضغطنا على هاي الشخصية، فكل شخصية عندها حقيبة، حقيبة فقط، هاي الحقيبة شايفينها، تاخد فقط 30 كيلو، يعني 30 تقدر تحمل 30 كيلو. فلما تمتلئ 30 كيلو راح تيجي تفرغها هنا اوكي، راح تفرغها هنا. فإذا ضغطنا على البيت هذا اوكي، إذا ضغطت على البيت هذا، انتبه البيت اللي معاك فيها، إن انت لما تبعت الشخصيات خلاص ما راح يجون هنا، ولكن لما تضغط على السهم هذا يعني اللوكيشن، راح لما تضغط على البيت هذا راح يبين معاك بهذا الشكل. راح تضغط على البيت هذا مرة ثانية، راح يبين معاك ايش هنا، وين تجمع عملة BGL اوكي، وتسوي لها ويدراو عادي من هنا، تسوي ويدراو او كليم او وات ايفر. انا لان الحساب جديد راح اراويكم كل هذا مع بعض. فنرجع بها السهم هذا، وهنا مثل ما خبرتكم إذا ضغطنا هنا، لما تجيب الحصاد كلها تيجي تحطه هنا أوكي، في هذا الخانة، في هذه الخانة. ركزوا فقط، لأن يعني اللعبة شوية معقدة، ولكن إذا تذكرت يعني عدت الفيديو وعدت وعدت راح تفهمها بسهولة.
فإذا ضغطنا على هنا راح تحصلها فاضية ما فيها ولا شيء. إذا ضغطنا هنا ما عندي أصلا ولا شيء عشان أخزنه في هذا المحصول. بس دقيق، ما يسترش فاضي، عكس الموقع التاني يعني الحساب التاني. إذا رحت على هنا لوكيشن خاص بي فقط يبين هذا هو، نضغط عليه. كذلك نضغط على الصناديق هذه، راح تحصل عندي انه موجود الفحم. اوكي، الفحم اللي جمعته 0.078. اوكي، فممكن اسوي له سيل او احطه هنا عادي. اجي اضغط هنا واضغط على الشخصية هذه، اخبره يجي للمكان هذا مثلا بهذا الشكل، راح ينتقل لهذا المكان عشان اقدر اسوي له سيل كونفيرم وخلاص. راح يوصل بعد 8 ساعات و14 دقيقة. فهذا كل ما يهمنا. نرجع الى الحساب الجديد عشان تتوضح معاكم الصورة. الحين طريقة الاشتغال في هذا، انا شرحت لكم فقط اول خطوة لازم تنتبه عليها، هو مكان وين ممكن تسوي كليم، والمكان الثاني وين بتخزن المحصول الخاص بك. فالحين راح نشتغل كيف طريقة الاشتغال، تجميع هاي الحصاد وكل هذا. ترجع بالماوس الأراضي بهذا الشكل. عندك مهمتين، المهمة الأولى أنك تدور على أرض فاضية، والمهمة الثانية أنك تتأجر إلى شخص ثاني تشتغل في أرضه. فإذا أنت مش فاضي تريد تشتغل عند شخص ثاني، بتروح على هنا all job. أوكي، بنشوف المهام اللي موجودة. فانتبهوا معي، لازم يكون معك مثلا هذه الفأس والسيف هذا وبطاقة هذه، هذا لازم يكون معك الفأس والمطرقة هذه. فالايتيمز لازم يكونوا معك. كيف راح نجيبهم؟ راح أرويكم كيف راح تجيبهم تشتغل في هاي يعني التأجيرة. يعني كل على مينت دقيقة هذا بيعطي 15 ذهبية، الذهبية هذه بتتحول إلى العملة. كذلك هنا كل دقيقة بيعطيك 14، ولكن هذا too far away يعني بعيد جدا، يعني أحتاج وقت لين أوصل بالمشي. فبشوف الأنسب والقريب لي، الأنسب والقريب لي. فننزل تحت لين نشوف كلمة هنا أوكي بروسيس. راح أدور وأشوف وأرجع. فعلى سبيل المثال هذا perform. أوكي، لما تشوف كلمة perform فهذا مسموح، الباقيين كلهم too far away بعيدين علي. فإذا ضغطت على perform، انتبه معي، راح يعطيني شو قلنا، راح يعطيني كل دقيقة 9 ذهبية، كل دقيقة شغل 9 ذهبية. فراح أضغط على perform وأشوف إذا أقدر أمشي، لأنه هذا الحساب جديد ما راح يبين too far away not equipment. هنا not equipment يعني لازم يكون عندي يكون عندي هذا الفأس أظن شو هذا، ما أدري شو بالضبط، لازم يكون عندي مثل هاي الأيتيمز. كيف راح نجيب هاي الأيتيمز؟ فإذا راح نروح نشتغل على أرض فاضية. وعشان فقط تعرف الأيتيمز هذه اللي أتكلم عليها، تضغط على الشخصية هذه راح يبين معك، يبين معك بهذا الشكل. فإذا رحت على هنا أوكي، هادو هما الماتيريالز والتولز اللي لازم يكون معك. مثلا على الخشبة هذه لازم يكون معك 3 كيلو من الوود تاخذ الخشبة هذه. الفضة هذه لازم يكون عندك 2 كيلو من الأور والفحم، وما أدري شو هذه بالضبط، 1 كيلو 1 كيلو، فاهمين؟ عشان الفضة كذلك هذه لازم يكون كذلك عندك هاي الجمع هاي. اوكي، كذلك المسمار هذا والتوز كذلك لازم يكون عندك 1 بيس يعني وود بيم وايرون. كيف راح تجمع؟ المهم لازم تجمع الوود وكل هذا تشتغل عليهم عشان تاخذ الاكويبمنت او التوز والماتيريالز عشان تقدر تروح على الجوب. فراح نروح نشتغل على الارض الفاضيه. وين راح تحصل الارض الفاضيه؟ كل هاي الاراضي اللي تشوفها هنا مملوكه، كلهم مملوكين. يعني اذا ضغطنا هنا تحصل في الفوق، فوق الماوس مثلا هنا، شايفين هنا ماوس؟ اوكي، راح تحصل شخص موجود هنا بالعلامة، وفيه يعني مثلا هذا في شخص بيشتغل
هنا في مملوكة لشخص اسمه جيم فورفان، فورفان هنا فوق. اوكي، يعني وين بنروح؟ بنروح على الحدود، نجر الماوس لتحت ونصير نجر الأرض للآخر على إيدك يمين أو اليسار، يعني يبين معاك السحاب. فانتبهوا معي، هاي السحاب، هاي الأراضي اللي هنا في الآخر شيء بتكون فاضية. مثلا هذه الأرض بنشوف إيش فيها، فمثلا هذه الأرض، هذه الأرض ما فيها شيء، فيها 65 كيلو من الفحم، من أظن هذاك الفحم، و14 كيلو من الخشب. كذلك إذا ضغطنا على الأرض اللي جنبها، شايفين كم؟ شايفين فوق في الماوس العلامة هنا، انتبهوا معي، هنا هنا أنا بضغط على الأرض بهذا الشكل، بس انتبهوا أنتوا هنا. أوكي، نشوف الأرض هنا اللي هنا، هذه أوكي مناسبة، فيها فحم وذهب ويعني وحجارة وكل شيء، الحجر وكل شيء، يعني راح أختار هذه الأرض، بضغط عليها عشان ندخل داخل. راح ندخل هنا داخل، فانتبهوا معي، راح أختار هذا الشخصية هذه، فبختار إيش راح أشتغل، على الحجر أو على الفحم. أكثر مبيعات هم الخشب والحجر والفحم. أوكي، بشوف الفحم بالضبط، راح أضغط على الفحم، فتمام، فأنا بختار هاي الوركر، يعني هذا راح أسوي له go here. هنا 8 ساعات و30 دقيقة عشان يوصل لهذا المكان، فقط يوصل لهذا المكان راح أخذ التولز. أوكي، فراح أسوي go here confirm. انتبهوا معي شو راح يصير، راح يعطيني أعطي approve عشان يروح هنا، فقط عشان يروح للمكان هذا بياخذ وقت. ف action complex success، تمام، بين معي. فالحين انتظر، راح يبين معي انه باقي 8 ساعات و29 دقيقة لين يوصل لي لهذا المكان، لهذا المكان، شايفين؟ فقط عشان يوصل لازمه 8 ساعات و29 دقيقة. لما يوصل راح اروح للحساب الثاني، اقولكم شو راح تسوي لما يوصل. فبروح للحساب الثاني، ولنفرض انه هذه الشخصية، هذه الشخصية هي هذه، هذه خلاص وصلت قبل وسوينا يعني تعديل، راح نضغط على اللوكيشن. وين راح تحصل اللوكيشن؟ هنا، عشان توديك الى موقع الارض اللي انت جالس فيها ووصلت فيها. اوكي، راح نضغط عليها، راح تودينا الى الموقع، هذا هو الموقع، شايفين جميع الاراضي اللي اخدها جنب يعني السحاب تكون فاضية، راح اضغط عليها. اوكي، راح اختار اشوف اذا انا على الخشب او على اظن هذا الجولد. فاذا ضغطنا هنا، اوكي انتبه معي شو راح تسوي، لانه انا اصلا وصلت لهذا المكان. اذا ضغطنا هنا بس يبين معي اصلا الموقع شوية ثقيل، راح يبين معاك بهذا الشكل. هنا جوبز، هنا يعني الخدمات اللي لازم تسويها كلها مش فاضيين، 15 15. تايم ليفت، هنا الناس اللي خلاص بعد شوية وراح تنسحب، لازم تاخد مكانها، يعني هذا باقي له دقيقتين و41 ثانية، يعني بعد دقيقتين تدخل انت في الجوب هذا. فراح اسوي له go to work بهذا الشكل، راح ياخد 60 دقيقة هو يشتغل او هي تشتغل. طبعا لما تمر 60 دقيقة راح يعطيك الفحم هذا او الكلاي هذه، اوكي، وفيك تبيعها بمقابل اما راح اراويكم بعد شوية ايش كيف راح تبيعها. ف60 دقيقة work، راح نضغط راح يقول لك لسه، انت فقط تشوف اخر واحد، اخر واحد شفناه قبل شوية، بعد 2 دقائق راح يخلص. all available job here are chicken، فكانسل، ننتظر باقي له دقيقة و46. كذلك نفس الشيء، إذا ما تريد هذا راح تروح على الشجر يعني الخشب، نضغط على الخشب ونشوف الورك اللي موجود على الخشب. فبالنسبة لهالأرض في شخص واحد فقط اللي قاعد يشتغل على الخشب، شخص واحد راح يخلص بعد 25 دقيقة و58. لما يخلص راح أدخل مكانه أنا، ولكن أنا
ويفضل حاليا اشتغل انسب لي عشان اراويكم فقط هذاك اللي باقي له دقيقة فقط، فراح اروح على اخر شيء، ننتظر قدامكم هاي الدقيقة اللي راح تخلص اوكي، وندخل بسرعة قدامكم عشان اراويكم كيف الطريقة. فانت لما اول شيء لما تنتظر يوصل للمكان تبعته للمكان، مثلا هذا بعته لمكان باقي له 13 ساعة يوصل لهذاك المكان، بعدين تسوي له بهذا الشكل، تيجي تضغط يا فحم يا كلاي او اي شيء انت تريد تسويه، سواء فحم او خشب او جولد او حجر او في كثير 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 جدا، يعني كأنك في ارض الواقع، كل شيء ممكن تشتغل عليه. فالحين 0.15 ثانية 14 13، فالحين راح أصير بسرعة عشان ما ياخذوا المكان work، وننتظر ونشوف كيف راح نبتدي. not available لسه، لين خلاص action complete successfully. فأنا أخذتها، شايفين ويني أنا؟ you okay you، شايفين you اوكي بسرعة اخذتها خلاص، هذا خلاص راح يروح، هو كذلك راح يجي احد بداله. انت لما يكون عندك 0.30 ثانية كل شوية اضغط على go to work go to work لين تم معك راح تدخل. فهنا باقي لي بعد ساعة تقريبا، راح اخليه يرتاح ربع ساعة لين يصير هنا اصفر بالكامل مثل هذا، شايفين هنا خلاص فاضيين قاعد يشتغل، هنا فاضي كذلك قاعد يروح لمكان تاني، هنا لما يصير أصفر هذا مجمع الطاقة كلها أوكي. الطاقة هذه إذا تريدها ما تفضى أبدا فيك تستثمر في الموقع هذا ب$20. فكيف راح تستثمر؟ إذا نروح على السيتينج هنا من هذا من هاي الخانة راح يبين معك هنا أوكي. فهنا يقول لك باي بريمير، لازم تكون من حسابات البريمير عشان ما تخلص معك الطاقة، الطاقة تصير دايما معك متجددة ب$20، أو تشتري العملة بي جي ال وتيجي تدفعها باي بريمير أوكي. طبعا هنا لما تضغط على السيتينج أو الأكاونت بهذا الشكل راح يبين، فقط احنا قاعدين ندخل في مجال تاني أوكي. هنا الإكسشنج، طيب ربحت الجولد، لما تربح الجولد طبعا راح تبيع الأيتيمز وكل هذا، هنا تيجي تحول الجولد الخاص بك الى عملة بي تي ال، يعني راح نسوي مثلا 213 اللي معاي راح تعطي 0.231 اوكي كونفورت وخلاص. هنا سواب هير، اذا ضغطنا على سواب هير راح يعطيك الى الوكس الكور اكستشينج. فانتبه معاي هنا الاكستشينج حق تسوي كونكت واليت حق الوكس اوكي، وراح تكون معاك بي جي ال. طبعا سعر البي جي ال كم يساوي ووكس؟ 0.98 نزلت، كان قبل شوية واحد ووكس، واحد ووكس تعادل 0.3 سنت، يعني لأربعة سنت وصلت لين تقريبا 8 سنت أوكي، يعني تقريبا $1. فتشتغل عليها إذا جمعت فقط 1000 قطعة من عفوا 1000 قطعة من بي جي ال فهي 984 تقريبا $700. اوكي 900 اي 700 او $600 اوكي، فنص. فبالنسبة لي هنا واضح اوكي. ونرجع احنا الحين الى الحساب، هذا الحساب القديم، ولكن نرجع للحساب الجديد عشان نكمل نبعت احد يشتغل. كذلك راح ابعت هاي الشخصية، برجع من هنا كل شيء قدامكم. انا اخترت في الاول لهاي الشخصية هنا، راح توصل بعد 4 ساعات عفوا بعد 8 ساعات و19 دقيقة. بنشوف كذلك مكان فاضي، هنا حجر وهنا الفحم اوكي، نشوف كذلك تمام خلاص. هنا جولد ذهب وهنا حجر، راح اختار هذا المكان اضغط عليه، انتبهوا معي راح اضغط عليه. فانا اريد الحين اشتغل على الذهب، راح اسوي بهذا الشكل، نضغط على الذهب ستون عفوا الحجر. فوين عندنا الجولد؟ هذا الجولد عفوا، هذا هو الجولد
راح اشتغل على الجولد، شايفين جولد. فوين اللي معاي؟ معاي فاضي هذا الوركر اللي هو هذا، راح اسوي له جو هير، لازمه 8 ساعات 33 منت عشان يوصل لهذا المكان. فاذا انت سويت كتير حسابات تشتغل عليهم كلهم تبعتهم، يعني راح يكون عندك بروفيت خيالي حلو. ولكن كل حساب بجيميل ووقت محفظة جديدة، ما ينفع تربط جميع المحافظ بحساب واحد، راح تنحضر. اوكي، وكل حساب يكون عندك براوزر جديد، يعني تسوي اد براوزر وهكذا. فراح اسوي له جو هير. اتمنى ما اكون طولت، ولكن هذا الموقع صعب شوية، ولكن حاول تفهم، فقط تفهم. في شروحات كثيرة، حتى اذا ما فهمت من الفيديو الخاص بيني راح تفهم في فيديوهات تانية، ناس شارحين هذا، وتاخذ يعني مبالغ حلوة. فالحين سويت لهم جو هير، خلاص اكشن كومبليت سكسسفلي. الحين كلهم بعتهم للاراضي عشان يشتغلون، اراضي فاضية. فالحين في شيء تاني راح نشرحه. معانا هنا لاند ريجستري ال، يعني بتشتري ارض. اذا تريد تشتري ارض خاصة فيك، يعني تكون انت صاحب مستثمر تشتري ارض. هنا تايم ليفت ميك ا بيد، يعني مزايدة، يعني ما راح تشتريها يعني بنفس المبلغ، راح تشتريها بسعر المزاد. تسوي ميك بيد، يعني اخر سعر هو 850، هو لما يوافق خلاص راح تاخذ الارض. اوكي، ان بوكس ما في شيء، كل هذا اذا انت ناوي تشتريها، ولكن راح تشتريها بالمزايدة، يعني انت تعطي نصيب وهو شخص تاني يزيد عليك، وهكذا لين اعلى سعر راح ياخذها الشخص. فاذا سويت ميك بيد فهذا هو كم السعر حاليا، 750 ألف قطعة من جولد، عفوا هذا 698 ألف جولد. جولد، اوكي جولد، يعني الجولد كم يساوي من بي جي ال؟ راح نشوف الحين. اذا رحنا على الاكونت هنا قلنا 680 ألف، عفوا ايوه اكسشنج 600، راح نردها من الجولد الى البي جي ال، 680 ألف، يعني 680 قطعة من عملات بي جي ال، يعني تقريبا 680 ووكس، يعني تقريبا 200 300 دولار. فاهمين كيف الطريقة؟ ولكن البيت يعني مزايدة، إذا زاد أحد عن السعر هذا فراح ما راح تدفع، أنت راح ياخذها التاني. فبالنسبة لي الأرض. الحين هنا الماركت، إذا تريد تبيع أو تشتري ايتيمز اللي خبرتك، إذا أنت عندك رأس مال تريد تدخل عادي معاهم. فهذا اللي تشترونه أنتو، يعني اللي تجمعونه عفوا، عندك الوود ستون جول جلاي أو كوفي بين ستون بلوك، يعني خشب خشب فضة ذهب فحم، كل شيء ينباع، كل شيء كل شيء. مثلا تضغط على الوود، هالخشب 11 كيلو يبيعها بواحد قطعة للكيلو الواحد، للكيلو الواحد. سيلين 2 كيلو للكيلو الواحد بواحد قطعة من الجولد، يعني كل ما جمعت خشب كتير، مثلا كانت عندك 1000 خشبة أو 10,000 خشبة، فراح تعطيك 10,000 جولد بسعر الحين. اوكي، هنا في أكتر، اللي حاط 716 خشبة بسعر للخشبة الواحدة 13 جولد، فأنت وسعرك يعني. وفي ناس تشتري هنا، تشتري هنا ستون كذلك الحجر، إذا ضغطنا عليه بهذا الشكل ونشيل الوود عشان نبين فقط الحجر، هذا هو الحجر. أوكي، 3 كيلو للحجرة الواحدة، للكيلو الواحد 40 ذهبية، 9 44، كل واحد وسعره. هنا الباين كذلك، فإذا أنت تريد راح مثلا تريد تسوي باي لأحد، مثلا تشتري منه، راح تضغط بهذا الشكل أو تبيع. أوكي، راح يقول لك تعالي تعالي للمكان الخاص بي،
اوكي المكان الخاص بي، لازم تسوي له اوكي جو الى المخزن اللي خبرتكم في الاول اللي موجود على اللوكيشن هنا، وخبرتكم انه في مخزن راح يكون خاص بك وانت بتحط الايتيمز الخاصة بك اللي هو هذا. فقط ركزوا معي، تروح للمكان هذا وبعدين تجلس عنده لين ينقبل الاوردر الخاص بك وتشتري. كذلك السيل، انت لما تسوي سيل راح تحط الايتيمز الخاصة بك كلها هنا، وراح يجوا عندك الناس اوكي في هذا المكان، وراح تقبل المبايعة او في هذا المكان. اوكي هنا السيل بيكون هنا، مش هنا، هنا حق الووركس، يعني الناس اذا عندك ارض راح يجون يشتغلون عندك في الخانة هذه، ولكن هذه مش ارضنا، مش ملكنا. هنا السيل والباي، يعني راح يجون عندك الناس هنا وتقبل الايتيمز الخاص بهم يعني، وتبيع لهم في السيل. فقط ركزوا، انا اعطيك الاساسيات للعبة، انا ما اشرحها كلها بالضبط، ولكن اعطيك الاساسيات، روح انت do your search، افعل يعني، روح انت كذلك ابحث عن هاللعبة عشان تقدر تفهم. مستحيل واحد يفهمك كل شيء او واحدة تفهمك كل شيء، انا اعطيك الاساسيات، اذا ركزت معهم راح تفهم اللعبة بطريقة كيف راح تشتغل. كذلك do your search، ابحث عن المعلومة، لا تأخذ المعلومة فقط وليش ما فهمت وليش وكيف وكيف وهاي الخرابيط. كلنا ابتدينا بالصفر والحمد لله، ولكن بشو؟ بخاصية البحث، do your search، نبحث نقرأ نتعلم ونجي نطبق ويمشي الأمر ويسهل يا مسهل. نرجع اوكي، الحين انا ما فيني اسوي ولا شيء لين يخلص الساعات كلها هذه، وبعدين اقدر احطهم يشتغلون ويجمعون الباقي اوكي في هذا الحساب. انا خلاص بعتهم للاماكن الاراضي، كل واحد وين بعت اوكي. الحين ايش عندنا؟ all my stuff، اذا انت صاحب ارض هنا راح توظف الناس all my stuff اوكي، هنا راح يبين معاك الطلبات وكل شيء. طبعا هنا ايش كمان؟ ويكي، ايش هذه ويكي؟ الصراحة ما دخلت لها. هنا المعلومات عشان تقرا، يعني اي يعني علامة موجودة هنا او اي بيت او اي شيء او تولز او ماتيريالز، ايش اللي مثلا جولد ماين ستيج 1 ستيج 2، شو راح تحتاج تقرا، يعني حتى ممكن تسوي الترجمة وراح تقرا كيف الطرق وهكذا. اظن اذا راح تشتغل بمجاني ما راح تحتاج كل خاصية كل بيت، مثلا هنا ريسورس يعني عندك الجولد والوود والستون كلهم الموس اور، المهم هنا الماتيريالز يعني الماتيريالز الادوات الخشب والستون وهذا النيلز المسمار اوكي وفضة. المهم هنا ترانسبورت، اي هنا الكارت والونج اوكي. المهم هذا كلنا ما يهمنا، فخلاص هذه هي اللعبة. طرحت على الحساب الاولاني، ارجع شو باقي كمان اللي ما بعته يشتغل. هذا اوكي، راح نشوف شو راح نشغله وين، راح اضغط عليه فقط يبين معي، عفوا لا ما اضغط على بالماوس، بس فقط احط الماوس هنا عشان يبين معي اللوكيشن وين موجود. هو هذا هو اوكي، راح اضغط عليه ونشوف، راح اعطيه الورك شو راح يشتغل. هنا موجود معانا في هذا الارض موجود معانا الذهب والخشب والحجر، راح نشغله على الخشب اوكي. نضغط على الخشب، فنضغط على خشب، ما في جوب للأسف، فراح نختار شيء ثاني، راح اختار الفحم، راح اضغط على الفحم. الفحم يشتغلون عليه الناس كتير والخشب كذلك، ولكن في هذه الارض ما في خشب، فراح اسوي جوب وانتظر اخر واحد تايم ليفت عشان اخليه يدخل يشتغل في هذا الارض
هذا هو كل شيء والأساسيات حق الموقع هذا، أظن شرح سهل، بس ركز ركز، ترى أول شيء لازمك تبعت الشخصيات ضروري أي مكان، يعني لازم تبعت الشخصية وتنتظرها ساعات لين توصل، لين لما توصل تدخل تشوف الجوبس هنا، أوكي، وتشوف آخر واحد راح يخلص، وتنتظر الدقيقتين هذه وتعطيه يعني بسرعة. لما تخلص الساعة خليه ربع ساعة يعني أو نص ساعة يرتاح، ودخله مرة تانية يشتغل. إذا مش راضي تخليه يشتغل 24 ساعة، روح استثمر ب$20 وراح تخليه يشتغل 24 ساعة. لما تجمع الايتيمز يعني الفأس وكل هذا اوكي، تروح على الاول جوب، تروح تشتغل للناس في اراضيهم بمقابل كل دقيقة تاخذ جولد، الجولد تتحول الى العملة بي جي ال، البي جي ال تتحول الى الوكس، والوكس توديها الى باينانس، تحولها الى دولار، ومن الدولار تسوي بي تو بي وتخرج فلوس كاش وخلاص. كل هذا شرحنا، اشوفكم على خير، لا تنسوا دعمي بالاشتراك على قناتي كريبتو اليرت، طبعا دائما احط لكم الجديد، وعندي ايردروبات كلها بتكون صادقة وعلى عليها فول، وان شاء الله راح يكون جيف اوي في الفيديو القادم. واذا ما فهمتوا في شيء في الموقع هذا ضروري ضروري اشتغلوا عليه، لو تسوون 10 حسابات وعشر ايميلات وعشرة ووكس محفظة كلهم تبعتوهم في مرة واحدة يشتغلون، وكل هذا راح تزبط امورك 100%، ومن حساب لحساب لحساب تجمعهم في باينانس كلهم وتبيعهم مقابل USDT، من USDT بي تو بي على طول، وفي اي دولة تطلع فلوس كاش وبالراحة عليكم، مبروك عليكم. اللعبة مرة ممتعة ما فيها ملل، وأشوفكم على خير في فيديوهات لاحقة، ولا تنسوا الدعم بالاشتراك، تعالوا على قنواتي تليجرام قناتي الأولى والجروب الخاص بين ناقش العملات الرقمية، ومع السلامة.